هذا الموضوع استضيف معي بشير صباح، ناشط في التجمع الطلابي في جامعة حيفا، ورامي طيبي عامل اجتماعي من برنامج سوا لدعم الطلاب العرب في جامعة تل أبيب من مكتب عميد الطلبة. أهلا بكما. بشير، سأبدأ معك وسأسألك ليس كيف كان اليوم الأول من التعليم، بل كيف يجب أن يكون اليوم الأول للطالب العربي؟ يعني احنا بندرك أهمية الحرم الجامعي وأهمية اليوم الأول كفعل، أي بمعنى الطالب يترك المنزل، الحيز الخاص به، وبدخل الحرم الجامعي. وفي معنى نفسي كمان للحرم الجامعي، الطالب بدخل مرحلة جديدة من حياته، المرحلة الأكاديمية، المرحلة الأكثر جدية اللي فيها بيبدأ بمسار جديد للحياة. إذا الطالب يعني يبقى ببيته فما حدث هذا التغيير، حتى لو هو يعني عم بدرس الآن بالجامعة وفي عنده حياة أكاديمية، لكن بالمنظور الـ يعني المحسوس والملموس ما في أي تغيير يعني. نعم. رامي، كيف يؤثر اليوم الأول في زمن كورونا على الطالب العربي في البلاد؟ يعني بالشك انه الحاله بفتره الكورونا بالشك انها صعبه، يعني من خلال تجوالي في الحرم الجامعي صراحه المنظر حزين وكئيب بدون الطلاب اللي بتجولوا بداخل الحرم. يعني انا بشوفه زي طالب بيرجع الصف الاول وفيش هاي البهجه او السرور او اللي بيرافق الارتقاء للصف الاول. الشيء صعب بالشك انه الاشياء مش متاحه للطلاب، سواء من المكاتب، من التواصل مع الطلاب، زملائهم اللي على مقاعد التعليم، من خلال صعوبة التواصل مع المحاضرين أو المعيدين اللي هم مترجلين، أو حتى إمكانية التواصل مع السكرتيريات. نحن نعرف أنه قسم كبير من السكرتيريات على سبيل المثال بيشتغلوا من البيت، فيمكن الطالب بحاجة لموضوع معين أو طلب معين وبحاول يتصل على السكرتيري وما بيقدر يتواصل معها لأنها مش موجودة بالمكتب معهم. نعم. ففي شك انه بدايه السنه الدراسيه بهي الظروف اللي احنا موجودين فيها اليوم هي مش جيده للطالب. نعم. بشير، ما هي او شو هي الصعوبات اللي بتواجه الطالب العربي اليوم بزمن كورونا؟ يعني هناك العديد من الصعوبات، و يعني صعب نتطرق لجميعهم، بس بشكل اساسي الميزانيات، بمعنى عدد كبير من الطلاب ما عم تقدر تمول حالها، ما في اماكن عمل للطلاب بشكل عام، واحنا يعني ما يعني زي ما بنعرف سوق العمل الفعال حاليا هو الاشخاص اللي عندها عمل دائم والطالب هو عمله جزئي، فبنشوف في تراجع جدا كبير بميزانيات الطالب اللي بسموها ميزانيه خفيفه، بمعنى اللي هي الميزانيه الاسبوعيه اللي بيستعملها الطالب يعني للطعام، للهو الى اخره. وكمان صعوبة إنه ما في تواصل حقيقي مع الجامعة، بالذات لطلاب سنة أولى عم بيكون في حاجز جدا كبير بين الطالب وجسم الجامعة، بمعنى الطالب ما بيعرف يتواصل مع جميع الأقسام بالجامعات عن طريق الإنترنت أو الميل أو الزوم. وكحركات طلابية أيضا عم بيكون عندنا صعوبة بتوجيه الطلاب بسبب كمان نقص بعدد العاملين بالجامعات، فالجامعات ما جندت عدد كبير من العاملين انهم يكونوا قادرين على تحمل شكاوى وطلبات من الطلاب، بالذات الطلاب الجدد. نعم. رامي، انتم يعني تقدمون خدمه للطلاب العرب في الجامعه، ما هي نوع هذه الخدمه ولاي مدى فعلا برايك يحتاجها الطالب؟ طبعا انا بحكي عن برنامج سوا في جامعه تل ابيب، الخدمات تقدمها هي خدمات شامله، معناها تشمل عده اقسام وعده مجالات، منها المجال الاكاديمي، المجال الشخصي، والمجال المادي. وطبعا بقدرش افوت بالتفاصيل كل خدمه وخدمه لانه انا باخذ معنا كثير وقت. المهم جدا ان اذكر انه الخدمه تبلش حتى قبل بدايه السنه الدراسيه من خلال برنامج تحضير للطلاب الجداد اللي بلش في شهر 8، بيستمر لمده شهر كامل، اللي احنا بنعطي الطالب العربي القادم الجديد لجامعه تل ابيب كورس باللغه العبريه، كورس باللغه الانجليزيه اللي بيعطيه اكفاء من تعلم هاي المواضيع خلال السنه الدراسيه. وعلى مدار السنه طبعا احنا بنكمل مشوارنا من خلال مجموعات تعليميه خاصه للطلاب العرب او من خلال دروس مساعده خصوصيه
طبعا انا كعامل اجتماعي في عندي مكتب بالجامعه والطلاب بتوجه الي بشكل عام على بناء على ظروف شخصيه اللي مروا فيها او حتى تعليميه. ف من خلال السنه الاخيره هاي توجهات ازدادت في عقاب الكورونا والاسقاطات لهي الحاله على وضع الطالب العربي من ناحيه تعليميه ومن ناحيه شخصيه واقتصاديه. في كمان مرافقين للطلاب العرب اللي هم مرافقين بيكونوا عاده طلاب عرب من سنوات اكثر متقدمه اللي بيرافقوا طالب جديد. طبعا المرافق بيكون من نفس موضوع التعليم بيساعد بكل موضوع توجيه اي كورسات يختارن اي دورات يختارن كيف بيسجل توجه للسكرتاريا كيف يطور مواد كيف يتواصل مع المحاضرين واشياء من القبيل. هاي الاشياء كثير مهمه بشكل عام وبهاي الفتره فتره كورونا هاي الاشياء بتكون اكثر مهمه لانه زي ما حكينا قبل انه الطالب بالاحرى منقطع عن الجامعه في التواصل بيكون افتراضي فيرتوالي ما في هناك تواصل جسدي في حرم الجامعه مع المحاضرين مع الطلاب مع السكرتاريا. فبالاحرى احنا برنامج توا من الخدمات اللي نقدمها هي حلقة الوصل بين الطالب العربي الجديد وبين الخدمات اللي تقدمها الجامعة. نعم. سأعود إلى موضوع حركة الوصل وكيفية التواصل، ولكن قبل ذلك برأيك بشير، ما المطلوب اليوم لمساعدة الطالب العربي في سنته الأولى في التعليم؟ يعني إحنا عم نحاول نبذل جهود كحركات طلابية بأنه نحتضن الطلاب بالذات طلاب سنة أولى. لكن يعني هناك لوم كبير على الجامعات بعدم توفير أطر أو طرق للتواصل مع الطلاب ولا يعني الاحتواء أيضا مشاكل الطالب العربي لأنها تختلف اختلافا كامل عن مشاكل الطالب اليهودي اقتصاديا سياسيا ولغويا. فيعني هالمشاكل ما عم بيكون إلا حلول عن طريق ولا الجامعة ولا أيضا التوجه عن طريق البرلمان. نعم. طب رامي بدقيقة كيف يمكن التوجه إليكم من يتعلم الآن في جامعة الأبيب؟ بدقيقة كيف يمكن التوجه للمساعدة؟ إحنا معروفين بين الطلاب العرب، أوكي؟ في عنا إحنا وصلنا معهم قبل زي ما حكيت قبل شوي من خلال البرنامج اللي كان قبل ذاك السنة الدراسية. طبعا فينا موقع فيسبوك. احنا دائما بنتواصل مع الطلاب البادر ونتواصل مع الطلاب من خلال هاي التواصل بنمرر تفاصيلنا سواء الهاتف او البريد الالكتروني نطلب منهم يتوجهوا لنا في كل لحظه وفي كل سؤال او استفسار مشان نقدم المساعده المطلوبه لضمان نجاحهم وتميزهم. طبعا نعم بشير ساوجه نفس السؤال لك، هل من طريقه للتوجه اليكم للحصول على مساعده؟ انتم ايضا طلاب في الجامعه. نعم في صفحه التجمع الطلابي جامعه حيفا في لنا صفحة على الفيسبوك والإنستغرام يمكن يعني التوجه للصفحة يوجد أرقام هواتف عندنا مندوبين عن جميع الكليات. يعني طبعا هذا عملنا على مدار سنوات عديدة. نعم بشير صباح ناشط طلابي في جامعة حيفا ورامي الطيبي عمل اجتماعي من برنامج سوا لدعم الطلاب العرب في جامعة تل أبيب من مكتب عميد الطلبة، شكرا لكما على هذه المعلومات وسنة موفقة بكل الأحوال. نعم النجاح للجميع.